حلو. حتى نبيع كتلوا ضغط ثاني. حق تكتلوا ضغط بهارات كلها. تكفى والله داقة لك. هلا انا مستقل تكفى احنا ما عاد الا تعادل بناخذهم. هو كادت ابوك انت جمور، ابوك انت اذا تكلمت الساعة 7 عشان حضر التجول. ابوك انت امك انت عيال عيال فالع جوال فالع جوال يا عيال شبي يبغى يتابع البث هو عسوس والبث حقك في الجروب في الجروب ابوك انت امك انت اسمي الله عليك. تكفى لا تصور انت ابشر يا كلبي خلاص يا كلبي يلا شدوا حيلكم خلاص محمد ما انت قلت ما انت تتكلم اصبر جمهور خلاص هل عن الله ممكن يصنبه هذول الأطراف.
سوف يمساعد. راح يسار انا قصدي تعرف استوى والله لا نمسك قال لك من طقطقه محمد قال عن امك العاهر الله فدا فدا يا ابو سعد هات انطلق تعال طيب ثان قدام عينه يا رب انا عيال مستوى افضل من كذا يلا يلا يا كينج النظيم ها جمور
cuerpo rápido, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. A ver si se ponen de acuerdo, le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Cuidado con esto, puede ser. دفنا انت لما تخرج الباص ليه تتاخر حتى تخرجه؟ والله من لاعب يا ابو سعد مو بسريع مره. دائرة من كل عمري دائرة فل هي كرة الدور والله حسبه بيقدمه ها ما 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 يتطور الفينيش عنده بسبب هذه الحركة أسرعين خلنا نطلع اوكي القائمة اوكي لاعبك مرة سيء دفنة ابي اضبطه تكفى بتضبط لي شوي مو سريع بس بعض الاحيان ما ادري ايش في امه ما ادري يا اخي انت فنان بس ما ادري اذا جيت في البرو حقا طيب حقا
دايره دايره من اول يا ابو سعد، من اول ما استلمتها. لا لا مو من اول استلمتها، ابي اضمن. لا دحمة والله ضاغطة من أول. والله هذا أحسن. لا طرد سجل جولين بعدين طرد. راح اصير شاهي واجي. يلا يلا نها نها. راح اسوي لي كوب شاي واجي، ابيه من الليل اصلا. يلا هلا أكلم الرجال ذاك يجي ولا لا؟ من هو؟ ماجد. يلا اوكي. ايش رايك سريع؟ لا 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 خلاص احنا اوكي خلصت.
رشاقة يعني سريع. سريع يعني ايش؟ توازن. توازن وش هو؟ تحكم بالكرة يعني إذا أنت تركض بالكرة حلو تمام؟ واحد دفك ما يطيح وياخذ كرة بسرعة فهمت؟ يقدر يتحكم بالكرة ويركض. يا لا ترى لاعبي فتحني في موضوع. اوف اوف وش قال؟ سؤالي لي متى هذا مستواكم؟ ابشر والله بالسعد. قل له وسع صدرك ابشر بالخير. وش الايقاع يا عيال يعني؟ هذا احنا في اليوم الثاني اجي اشيك عليها يا سلام. ها ايش الايقاع؟ وش هو علي جاي علي جاي السلام عليكم. ارحب مليون. ارحب سلمهم كيف الحال؟ الله يبقيك طيبين. يا هلا وغلا. ايش من يتكلم بشوي شوي؟ جعمور وش حالك يا علي؟ الله يعافيك. ايش فيه؟ ما يقدر يتكلم عشان ابوه قال انه انك تعبان. نعم رجال يلا تعبانه؟ سلامات والله شد. اما ما تدري انكسر خشمه بجدك؟ اي والله اغمى عليه وطاح في الحمام. انشلع خشمه مو كسر انشلع خشمه. خيطها اكثر من وتره. ويشوف جدك هذا لا تستهبل. لا والله جد. محمد اعطني الكابتنيه ولا احط 4 12 12. سلامات والله يا جعمر والله ما ادري الا ذا الحين. الله يسلمك يا علي. والله وجهه صار يخوف. ليش جاء يا مغمض قطاع؟ يا اخي دخل دورت مياه ايه واغمى عليه. ليك عنده فقر دم زي والله ما ادري. اغمى عليه وطاح على وجهه ضرب خشمه البانيو ما خسها. والله ناشينا. جاء في خشمه شلع كبير وعميق اخذها إيه؟ ابوه امس الساعه 2 الفجر ما ادري 3 الفجر وداها للالماني. الحمد لله جاء اخر شيء اخر اخر يا ابو عبد الحميد. الله يسلمك. عدل التشكيله. سلامات والله. بس علومك يا علي. والله بخير الحمد لله. كيف حالك انت؟ تاكد معي كورونا. ايش
بتأكد ما هي كورونا، بس أنا والله شوف قد قلت له لازم يتأكد، والسبب إن لا أقصد يتأكد من فقر الدم يمكن. إيه بكرة مبحث الصباح خالد بياخذني. سلامات. لا أتوقع أنه فقر الدم، ترى الدم طاح فجأة كذا. أول مرة في حياتي علي. سوي فحص. طيب ليه طلعت خالد؟ هاي أطلع يا جعمور فقر دم. أطلع يا جعمور يا خرا. أمشي يا كلبي يا أشاري. الله يعين. والله ناشيين يا ولد فجأة كذا. أرسل له، أرسل له صورة يا. أرسلتها. يلا يا الستارت يا ولد نمنا. ألومك يا علي. والله بخير يا عبد الله، كيف حالك يا دحمه؟ والله وحشني يا اخو. وش عندك مغير الاي دي؟ ايش اسوي؟ طفشت. اي 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 على كلام احسن نعم. الحين فرق بينك وبين ابو فهد. الله يسمك ويلعن كل كتاب يا رياض. انكب الشاهي. ابغى تستارت يا ولد. يلا حيا. كيف الحال؟ يا مرحبا. الله صدق. مشروع. اي مشروع؟ المشروع ايش اسمه؟ العمل حق الهدى. يا اخي انت سكران. انت قلت لي خمس امس. ارسلت لك. ارسلت لك. والله كرسي اللعيبة ذا الحالة. بالله الله يخليك منك يا رياض. والله والسلامة لكم وعملكم. يلا حيا. الله شيخ بارك. الفنيدة الصفادية عليك من يوم ينام. وين الغيب يا ابو علي؟ والله يا رجال كان اللوز عندي كان ملتهب. ايش؟ اللوز التهبت عندي كم يوم. ما تشوف شر والله. الله يسلمك. فاليوم اللي راحت والله كلها نفس ما لعبت والله ولا بس. والله بس والله انها تجيني القى مكالمات الجعمور الصباح ان شاء الله. اذكر انه كان يدق في الليل اخر الليل، عرفت انه عشان لعب بس والله اني كنت تعبان اليوم. اه ترى باس. الله يسلمك يا حبيبي اخو. وانت كيف حالك؟ والله بخير. كيف حالك وانت لحالك؟ كيف مرابطه معك؟ وين مرابطه؟ ما اخذ الاجازه. اما اي والله خي انا رابطه بعد السرايا. انا دوامي مكتبي. شدينا يا ولد ولا الوضع؟ الساعه كم قصدك؟ والله شدينا يا ابو علو مره مشاهد وذا ما تطلع على كيفك ولا تجي على كيفك. مخالفات دقهم كلهم 10000. اي والله صرفونا مشاهد بالدوام، اعطونا مشهد خروج ورجع وكذا. اي وضع مو بسيط. اي والله انك صادق. والله كنا شر الوباء هذا. امين يا رب. والله ناشين ترى. والله مدينه اربع مدينه ايه؟ مدينه منوره. والله حضرت جوله 24 ساعه بعض الاحيان. ايه قريت يقول بعض المناطق فيها تجيك الرياض. اصبر شوي. امور طيبه. لا شمسه والله. الا والله في برد. والله في برد كنا اول ايام الشتاء يا رجال. ايش مكتوب؟ اصنعي في العرب فاهم علي؟ راح ينكب عدوك يا علي، هذه بدايتها. اي والله انا اقول الكاميرا بتغير علي فيك. احنا ذرحينا لكيف. انا ما فزنا بس نجي. ايش يا ابو خالد؟ فاز ما في. والله ما يضغط الا ابعد الكاميرا دقيقه. لا احد يبصي، لا احد يبصي. الكاميرا ارقد يا رجال ما قبل صغير. كورونا والله. شوف الرياض. ايش كانت عدلات؟ اسف من ذا اللي سوى اوفر؟
فاهم علي يا قلبي؟ كيفا؟ يا فيديو زان ما عليك انت. السلام عليكم. سلام صديق. الله يلعن بيسه والأرضية مفهمها. علي. عدل عدل يلا يلا جيت. ها؟ عد الكاميرا يا اخوي. ايش فيه؟ من قابلك فيه؟ ايش نسوي معه؟ حجر يا اخي ما نقدر نطلع، النهار نايمين والليل نلعب فطنا. والله لا نسوي، ما في فعاليات الا في الليل. ايه هذه فعالياتنا احنا. ونجي البنات نطقطق عليها. ما انا واحد من زيتنا علي. من زيتنا دحمة. هلا. يا عمر ما ينفع مصاب. اذا قام بالسلامة. مثل كبر وجهك منتفخ منتفخ اي والله قديم مره اي والله رياض تعال جو المجموعه سولف شويه ماني اقول لك تعال العب اقول جو المجموعه وسولف معنا شوي ادري انك طفشان ما خليت احد اليوم اللي اتصلت عليه أنا وعلي وصالح حسن ويحيى وجعمور هواز هالد هالد أكيد دام بوك أبيوم والله بيخبط الشغال عشان يوم الاحد ما بدأوا انت وعبد الله زياد يكبر ايش خايفين خلوا حيدان يتصل عليكم يقول تعال سووا لي ذا العرض بمن عاد قلنا عندنا فني حاسب المنو قلنا رياض منو رياض ذا؟ وش ولد اخت صالح الشرفي؟ قال يعني نفس صالح شغيل قلت افا عليه. خفت. اه والله هاي الله تعال جو مجموعة ولا خليني العب. قهوتي بالحليب. يا الله اخوك يلعب صح؟ والله لا تشوف لعب والله لا تشوف لعب دحمة هني انت قاعد طرقك برا ما شوف علي شوف علي عند الفلوس يجيك دحمة اه الفلوس عندي تعبان ايوه الفلوس تعبان لانك دائما تحط ايوه ايوه جمر يحبه كذا يحبه كذا تمويه دائما لا والله بس اللي لازم انزل هنا انزل اختمان هذا من ما بيتخطف ما في دعوه كبير المدينه المدينه اخذت مسكن طيب اخذت اشياء جد
والله يبغاك مسكن قوي. سمعت كذا المشكله انا اغمي علي وانصبت حلو ابغى اصحى من اصابه ما مداني من قوه الالم. يا ساتر كم قعدت كم قعدت تقريبا عيال اسرعكم بالله اسرع كمل 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 مكالمه اسطوري كمل مكالمه يا جماعه يا اخي واحد هنا والله ما خلى احد يمكن حتى حقين القاتل اتصل عليهم الدنيا فاضي قلت لك ترى لعبها اكيد قلت الضرب ايش فيك لا تصل ما 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 بيكلم ما بيكلم يلعب معنا ويسوي نفسه نايم عشان يقول والله اخس طيحه ترى على الوجه اذا خس منطقه زياده راح تبدا على الصاد صح اشوت لا سرايا والله اشوتها بس قد يبي يصفر يعني اخر شوطه دق الدائره سرو خشمي اوف والله كانت والله لعبك تحسن يا خالد ابيك تتكلم غريبه والله صدق تعرف ليه يا علي؟ لاني لو لاني لو بجرب اشوت ولا اجرب العب لعبي ها؟ بنصيح فيك ايه بتصيحون فيني بس المايك مفصول لا لا خذ راحتك بس السماعة مفصولة من راسي والله انا خلاني اكل بالشاهي اللي سويته اجيبه عليك المشكلة في الفرشة جامور جامور تكفى يا جامور ايش فيك يا قلبي اكلهم ولا اسكت يا ولد منرفزة يا محمد والله منرفزة طيب ابوك انت ابوك انت عاد لو فالح موجود جو تكفى الملعب كيف يفتح النفس والله انت اللي تفتح النفس الان ام القوة شقه اي كفايه علق على الدايره قال حزعج امنا والله الديره عندي جدوله يا اخي يحلقون الباب انا ام الطبش خويهم ذا سعود اللي جاي من بعيد هلاوي وين امك يا دحمة ايش اللي وين امك ايش قصدك امك والله وين تديره يا خالد حتى الضحكة قطعها دحمة اختلع في المضة عندكم والله يقولون في فعاليات كبيرة شغالين عزايم شكلهم يا عيال والله جدولة في الديرة عندنا فالح والله مرض شوية يا عيال حشوان وخايف اروح الحمام وطيح الله ياخذك لا تقفل الباب على رابع مرة والله رابع مرة يخش انا فالح جعمور على قد قد تروح لا تقفل الباب عشان ينقذون لا والله صدق ما طقطق يا سمعك سمعك والله صدق يا ولد ولا قلت تحس بدوخة اقعد لا تقعد واقف تقعد واقف اقول لك فين طحت امس طحت من كرسي الحمار طحت من كرسي الحمار من كرسي
صوت لو انا حسب انت واقف. لا والله من الكرسي طلعت علي الله يسد جوك. ايش قاعد تتخيل جمهور وهو ايش هو واقف شفت الفينش يا زحمه والله هو واقف يا خالد تجي ضربه خاص ايش بك. لا بالعكس يعني تجي صار فيني على يوم يوم دخت حلو دنكت وجهي قدام فطيح الباني الباني مقصة هادق الدائرة بس دقة كذا دقة بشوت بشوت دقة الدائرة خليني أعيد الكلمة تكفى يا خالد خليني شوت يا خالد خلاص انبسط انبسط يا أعطى كيك برا الحمام أجيكم يلا أحس إنه عندنا فشل ثانوي استغفر الله كم مرة دخلت اليوم؟ ما ادري يا خالد ايش فيني؟ سوائل اكثر سوائل انا اكثر سوائل ايش فيك؟ اي صح بجيكم بجيكم اوه خذ راحتك قال عشان ايش؟ ايش؟ ايش قال هو عشان ايش؟ عشان اكثر سوائل الله يلعنه لا تعطيني بالغلط انا دات انا دات اعطيته مره ثانيه لا 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 دحنا حقها ايش قصدك ما عندك فينش غير تسقط بس عندي لمسات ايش ابي باللمسات لمسات اهم شيء لمسات صدق اني شايل ام الانهاء عندي حاط كل شيء اسيستات من جدك اي والله اي والله هذه حطها بالكام بالكام ما عاد فيني ما عاد فيني الاعدادات يلا يا دحمه خمس عندك خانات والله ما سعدات واصل عندي 260 ابي اتصق 300 ولا 400 طيب ضبط الكام خلها كلها اسيستات وضبط مهاجم كله انهاء المشكله اللي ده كلها في المهاجم شفت علي هذه اسويها بكثره ما فاله شفت فاله اسف يا خالد جعمون رجع ما فرحت ايه الحمام قريب البيت الله يرجيك يا عمر الفينيش يا ابو سعد ما لا دخل فينيش الله واو هم انا قايل لك ان عندي اوفرات يا ابو سعد شوف كيف طول خوينا ذاك مره ثانيه اضرب كيف الفينيش يا ابو سعد ما لا دخل هذه ما اسمها فينيش هذه انا ليه انت تقول فينيش هذا اسمه كي باص كي كي كريكش يعني كريكش يا عيال تتفلسف خلنا نتفلسف والله خذ راحتك اذا دخلت جول صارت اسيست لا اسيست مناولة يا ابوي لا تكلمني ها كريكش الله ها ابو سعد كيف الكركش يا ابو سعد ركش والله فنان بس خلها ارم دام عندي كثير ركش الله يزرعك يا ابو سعد سو خمسه اول مره نفوز بخمسه بدون ما نستقبل هدف شيء خرافي
والله كفو كفو كفو. نكست نكست. ويا اخبار علاوي؟ الله يعافيك، كيف حالك؟ والله تمام. كيف الدوام معك؟ الله يعينك يا خالد. والله انا زي القرف، امس تخيل خميس، امس خميس اشتغل لي ليل الفجر. والله اليومين الاخيره قبل فالح ما يروح اذكر دايما خالد وينه. والله اذا ما جيت، اذا ما جيت العب معناتها اني اشتغل. انك مكروه. اوش فيكم طلعتوا كلكم؟ لقد غادر ركبت الشاشه الجوله التاليه. ما ادري، طلعنا برا. حط الهوست علي يا جعمور. ابشر. طيب من الوضع هادي ذا الحين يعني ايش يبغون؟ شغل الله يلعن امه. يقول نبيع عرض لسمو الامير، نبيع عرض الفلان، نبيع عرض الفلان. بس غريبه ما وقتها ذا الحين. روض بوربوين كذا. الله فصل، فصل علي وفصلت عليه. فمن هو ذا؟ هيدان. وانا اقول لك الحمد لله افتكيت ما جو عندنا. ايوه قلت انه طلع فوق. ايش دخله؟ ايه طلع فوق قدو مدير عام، شاف قام لي الفاضي هنا، قال والله في واحد تحت من المشاريع اسمه خالد القحطاني قاعد يرد ايميلات للوزاره. قال لي يعني فاضي؟ يقولون هم، يقولون هم قاعد يرد ايميلات على الوزاره. قال لي يعني فاضي ادعو ابي اعرف كذا وكذا وكذا واسوي له عرض ما عجبه. لو تكرش في وجهه ايش بيسوي؟ لا والله انا تساعد ذي على ترقيتك يا ابو سعد ان شاء الله. الله خلع ربك، والله خليك قريب منهم واضبط امورك. اي شيء لبيه ابشر على خشمي عشان رجل تاخذ من مصلحتك. كرفوه كرفوه يا دحم. لا والله ما ذكر ذي عيال، لا ذي نقاط يا عيال والله. يجي بعدين يفضلون عن الناس. لا اعطهم هم السماوي واحنا ابوك انت. هذه اسمها مفاضله بعدين ان شاء الله يا ابو سعد، الله يرزقك يا رب. على الاقل ان الجميل ده يثمر فيه. لا يثمر يا ولد. بس هاي جميل يا علي، ترى ايش اللي تحز في الخاطر لو جيت تفكر فيها؟ ايه حتى لو وظفوك على المياه الوطنيه حلو، ما بيوظفونك إيه؟ مهندس ليه؟ وبيحطوني مدخل بيانات ولا فاهم اي؟ يرفض انت تقول ما ابغى الا يلعن ام زيد كذا. فوق هذه يروح يحط لك رسمات هذه. لا شوف ممكن يقولونها في البدايه بس انت ترفض ولا توافق، عرفت؟ ولا ابغى بالمسمى وظيفتي نفسها. لا لا نجي شيء ذا الحين بعدين نشوف. لا لا طيب عقدك انت تقول الحين انت ايش تسوي؟ عقدي يا انهم يجددوني يحطوني على عقد ثاني. طيب الموضوع عند من ذا الحين؟ في من دي مشاريع؟ الله لعن امه. لا هو اللي هجم ولا هو اللي توقف؟ امه مي حكوميه يا ابو سعد. لا ما هي حكوميه. ايش اللي حكوميه؟ وظيفتي. لا يا رجال لو حكوميه تشوفني انا معك ذا الحين. هاي حكوميه يا قلبي. الله يرزقك. امين. والله انا هو يبغى لو راحت، لو جت على المياه الوطنيه حلوه ترى، بس المسمى حاول زي ما قلت. خلا هم ذا الحين ما هم عارفين اصلا يشتغلون اصلا. تخيل يلعن ام البنقله يا علي، اقسم بيت الله عندنا بنقله، عندنا مياه وطنيه فيها 9 موظفين حلو. ايه ايش يسوون؟ يطلبون بيانات منا يا المشاريع واحنا نعطيهم اياها. هم يرسلوننا واحنا نرد عليهم، هم يرسلوننا واحنا نرد عليهم. اقسم بيت لا شيء مقرف. وحس بعضهم بالعاني كذا. ايه قحاره قحاره تزنوا. ايه الخمسه بتطلع. هلا والله ممتاز الحين جم. فهمت يا علي؟ شغله تحدي والله. لا اشغلهم والله، لا ارسل لهم ايميل. ما حد يتحسل الا خالد. الله يعينك.
فكوا باصات سريعة يا دايرة على طول. والله انا متوجي مالي يا رجال. اه والله تنقل اذا توجه توجيه وبعدين يقول لا خذها احسن لك او القوة. ايه خراب البرو بس الزقاق علي. ايش الفرق اذا الحين وقت الحجر وبدون الحجر؟ عاد في زاج عندكم على الشارع. لا ما بهد مرتاحين ولا عادي ما هي فارقه معكم؟ لا احنا في النوم ورا في البيت من ورا ما في سيارات، بس اللي قدام عند الشارع مجالس وشي ذي ما احنا مضررين اصلا. بس فرق يا رجال اي شعب غبي. اه والله منضبطين. بعد ايش؟ بعد 10,000 يا دحم. والله انهم ما لهم نية. لا قال تكفر ركزوا. محمد امسك الليلم زي الناس. الله ابلع. تعويض سريع. دحنا من يوم رايح اسمه التدخل السريع. طاقة مظلية عرفت ذاك ايش يقول؟ اللي يقولها ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول انا ما ادري ايش ابراهيم اخرج اخرج من مكانك تدخل السريع ما ادري ايش. الله يلعن امي. ليه ما يطيق ذي العينات علي رمو جدي بالرابع يعني يا اخي بدون سبب ما ادري ليه. شوف نادينا معروف رد وانتر على طول كلهم يعرفونه حلو. على عكس ذاك اللي يسمع اسمك وصمك زب ابوك فحلك انت ناس يسوونها كثير حلو. ناس كثير يسوونها. هيا كسر رجلي. ايوه حلو. فما تعرف يمكن احد مقلدهم ولا شيء. احنا ريد وينتر فمعروف اسم. فيتذكرون الورع فالح انه كان يسكته يردوه. لا كذا حظ انه انا مهم كفو. الان ام الحظ ما تبي تطلع. عد اللاعب ما اقدر. اما هذا ولا النهر عزوز الفالح يتابعون. انت عبد الرحمن بارك ودخلات سريعه معطينك تصريح ما ادري عليش يا دحمه وانت محجور. يقول ابغى لك تعال. لا ساتر هم اربعة الله يلعنهم. الشوط الثاني ايوه الريمونتادا تجي يا عمري. ايوه انتبه تحمس الله يلعنه. احمر الله يلعنه ام الكذاب واسمك كلوز. انا ام الكذاب
وشو قلب يا علي ولا ايش؟ اي والله قلب حط عرم يلا بعد الهجمة هذه روح يجمع دائرة يلا دم رجع العرم قلب ها يا ظهير وظهير خوينا العرم للم خلاص الحين مضبوط صوته والله الترم الثاني يا عيال يشد حيلنا شد حيلنا نرفع المعدة ايوه عندنا دحين 4.2 شدوا حيلنا نجيب 5 هذا يوم الجامعة كنت تلعب انت توكي فورنايت والله لا يوفقه كنت ضيعت مستقبلي بسببه وانا الدحين سحب عليه عشان البنات هاك الدنيا دوارة كنت تلعب من ساكن يا رجال كنت اذاكر شيء اطفش قلت يا الله ما تنسى مبارك الحاله آه رجعت القسم واختبار في النهايه ان شاء الله جيب دي ان شاء الله جيب دي يا رب انجح عاد ايام هذه فورتنايت جديده كذا فخمه لا تدمنها تخيل فالح كي يتعلم فيها يا دعم كلنا اول جيم انا وخالد تذكره والله كنا نجبط في النوم يا واحد اعطاني هيدشوت اول جيم لعبته مع احمد في الجيم طيب لا مو والله انا اول جيم اي ار بي جي والله اني اذكرها قلت طالعين من الله كنت اشك اني كنت احس اني انا اللي اعلمه احمد كان بس يجي يتفرج مع تركي يقول الله يزين الخضاء والله محلد الخضاء الدنيا الله الدنيا قدو يبني يعطي لا هو علمني خالد شوي لتركي تضايق من خالد قال لي علمت ما يبغى تركي بصراحة يشتري بلاي ستيشن ايوه يا دحمة بيك كذا كيف الكرنك ايش؟ كيباس كيباس والله يا عيال يا خروج الحارس انه فنون ما حد يعرفه صح فارس لا توقيت ابزق يا فارس اضغط عليه انت يا فالح ما برد الله يشغلك تحسب الناس فاضية زيك قفل قفل ما بدك ما برد تغير اتجاه تغير اتجاه يلعبون دولا والله شيك فالح يطقطق ذا الحين فالح خبرة في ذا الأسرع سحبنا والله شكلها هنطور لعبنا شوي باقي 40 دقيقة قصدي عشان الوقت 30 دقيقة باقي 30 دقيقة مايش ما ورانا شيء صباح دحنا تكفى صباحي والله بي يدخل بس ما ادري ايش فيه لعنه بالكتاب اللي فيهم كيف لقطه ما ادري
الله يلعبون يا عيال والله يتعبون. والله انا ماشي مع مدحنا والله نحط صح يلعبون بس الحظ ماشي معهم زياده. كريكس كريكس هلا هلا يا جحيم يا جحيم اوه حلو يا جحيم اهلك ابو سعد ذا كتباع زاد اذكاء قلت عندك تأخير في التنفيذ. كيف؟ لا ايش في بعد رجع؟ تسلل لو لمسها. ايه تسلل ايه بس ما رجع. اتوقع يمكن يضغط معه التي ولا شيء صح يا دحمة التو. من انا؟ ايه. ايه ارون عشان تقوى. الله يلعن كفالك يضحك من كلمة التي. حسب الخطا والحمار ما ادري ان فريكس وجع يا شعر قد تخيل وجهي قد يموت كفو اش ذاك عيب 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 والله اسف والله الباص هذا والله اني اسف اسف بقضيت حياتك كلها اسف انا قلة اسف يا غير ما يتاسف يعني وقفت على غلطي هذا يا خالد ما بس اني انا شخصيا لك شخصيا تسلم يا خليث خذ اكسرها صح الله يردك والله يا حرام يا دحمي كفو يا خالد جاك الصدر في الزق صح يا مرحبا الجيم جاينا بيتجدد انتصارات وحركات البركات تعرف الراجع مين الراجع طاطس راجع لا والله ايش فيه راجع هذا سمعت فيه راجع الاخضر لا ايوه عرفت 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 ايوه يا نجد يا نجد دوب احترف الليل دوب انا على جزل الطواريك شفقان شفقان والشفقان تعرف اسلوبه خصا اللي قامت تلاف احدى الارسان غرب وشمال وشرق نجد وجنوبه من وين ما وجه لها قلب ولسان المملكه رمز الفخر والعروبه والرايه الدعمون طالع الله يلعنه الله يلعنه هو طلعني والله اترك جوالك انتبه اذا طلع قولي عيال انا طلعت
عندك نتك خرا يا محمد وتدفع 250 والياف. والله بك يا خالد يا اخي ايش بك، انا عندي سلك طويل اذا تبيه اتش دي. كل روضان وش دخل اتش دي عرض على طول. يا ابو سعد واو رجلي شنغهاي ممكن هذا فهد المولد ولا جوانزز بعد بعد انتهى الصراحة خاص والله نالف ما يلعلي يجد كذا في النص تصدق ذي كرات جيب راسي زي هذا دخلت كثير من المدافعين ذكرتني بواحد وادي بنها هشبة حالك دقنا ولا لا ايوه في حبة هنا تحت الصفر ذا اللي شفت الصفر حق شفت الصفر حقه بس تقول الصراحة عريض مرة اقسم بالله لاقت عليه وين عريض ابوي كنا جنبية انا شك ايش في عدها لعبي والله حلوة يا دحمة لا الكراكش ايش عندي من عنهم كراكش كركوش على وجهك ان شاء الله
والله هجومكم اتحادي. يعني حمزة دريس تشيكو منتشر يا بيا. منتشر عشان يعرفوا، عشان يعرفوا الاتحاد. الاتحاد قادر، قادر الاتحاد على العودة. عمري على الحارس كفو يا عمي. خير يا جعمور. بدا عيني مالك مالك في خالف والله يا حرام الدين دلوع اسمي مشعر وردي. ايش خالد اعذرني يا خالد الله يدري جت في خاطر بس سامحني. سكوت يخوف يا اخي سكوت يخوف. لا لا ما عليك عليك راضي راضي. الله عليك يا حبيش. كسر كسر يا رب عشان تجري بطاقة حضرة التجوع. اكسر وجهك يا كلب. يا اخي لا تحط ارضية زي فالح تكفى. تبيها مسطحة. الحارس قاش في امه ذا. والله انه اخلع الحارس خلعه. كويس خلي صحصح. كرنكش انت الثاني. الوقت يلا كفو جميل. ايوه زي ما قفطك يا خالد. كان كرت كرت ليه كسرت طلع فوق فاول ما شفت ما كسر. ايه شتة في ظهره يا رجل. المهم شعري نرفز. شباب اعطوني شيء للنامس. دق على الامانة. العجز. والله العظيم نضحك يا دعمي. قلت له يا خالد. لا خل كلامك واضح. خل كلامك واضح. خل كلامك واضح. موجود موجود البث. قلت هو مفاد قالوا عندنا نامس. قلت لكم على امانة يجون يرشون. حلو. طبيعي فين بيرشون الأمانة يا خالد؟ في البيت داخل البيت. لا بالشارع بالشارع. ايوه لا اعتمد الكلمة الأولى. لا لا عندنا احنا في ديرة كانوا يدخلونا ما غرفة تخرج من الغرفة الثانية. انا قصدي الشارع يعني الحي. دق على أمانة الساعة 5 الفجر. السلام عليكم كيف الحال؟ قال عندي يا أخي نامس وما بترشون. قال وين؟ قال عندي في البيت. قال لا يا اخوي احنا ما نرش في البيوت نرش في اسفل الشوارع. قال خلاص الله يعطيك العافيه. الساعه كم دقينا؟ 5 الفجر. الرجال منصدم ذاك قال ذا سكران ايش عندك؟ ويقول ابو فهد والله اني حتى انا فهمت انه في البيت. قلت له لعني انكم مرضى. والله لعن ام الهدف. قلت له دق 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 دحمه خليني ارش الحي يا زين.
يا رجال كورونا يا رجال وين يرشرشون يا ولد؟ قال عندنا كورونا على البيت عشان يسحبوني في الحجر. شنو اللي في الحي كل لا بيحجرونك زي القطيف عاد وتشوف ابويا خالد بلاي فكنا من لعبات الزوري ذي عيال عيال الواد امس قبض قال لا تقول لهم انك عندك شيء اعراض عشان ما ياخذوك عشان ما يحجرونك لا قال عشان ما يحجرونك والله لا يحجرونك انك انت المحبوب ليه؟ في الحجر في المستشفى المريض اما ما لا 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 فندق ازاد في ابها لا هذول اللي شاكين والله اللي مريض صدقنا في المستشفى كيف تبغاهم يعالجونه طيب الفندق يعطون مغذي اللي في الفندق هذول اللي يجون مثلا من سافر ولا شاكين فيهم او اهل المريض اللي اول ما يلقون مريض اما اذا خلاص في المستشفى شوف اسم ناديهم زب ايوه هذا انا اقول لك ركز يا عيال يا ربي يا ابو سعد يا عيال عندي استفسار بيجي للديرة اقدر لا لا قفلي المناطق كل منطقة قاعد انا وشني مين غير منه موظفين سيتي ماكس الحين مأجزي الله يا خالد بسم بيت الله احسدهم الله يلعن ايش هم انا ضعيف خالد اول كان يداوم حتى في حرب يداوم خالد شفت سنتر بوينت يا عيال يلا 1-0 هم شفت سنتر بوينت يوم طلع ما اسمع وش قال سنتر بوينت سنتر بوينت يوم طلع قرار كفايه المولات والله ما اسمع بقول لك انا يقول يوم طلع قرار اغلاق المولات هنا يتحدث ايش طلع سنتر بوينت ايش سنتر بوينت ما صدق على الله يوم طلع القرار القرار يوم طلع يطبق بكره حلو طبقوه في نفس اليوم صلاة العشاء ما فتحوا تخيل طلع القرار المغرب العشاء ما فتحوا الا ترى شفت ما شفت المقطع في راشد مول المغرب قال الاغلاق جميع المحلات لا صباح في نفس اليوم القرار في ذمتك والله في نفس اليوم قال الرجال من المتسوقين الخروج من اقرب بوابه واغلاق جميع الاسواق في نفس اليوم هذا اليوم اللي بعده اتوقع يا علي لا والله نذكره في نفس اليوم القرار قلت الناس قالوا المفروض انه من اليوم الثاني لا ما في شيء يوم ثاني ايش اجازة مدرسية ولا لا يعني تطبيق القرار هلا طيب القرار هذا ما جاء للاستنفاء ايه على طول لانه مرض دحمة لا 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 خسارة لانه مو مريحة تفخونا هذا مبروك زايد لبيه مبروك العلك ياخذ بالكيلو ترى من اوكرانيا اربعه اوه عالمي عالمي يا عمري ساك باي روح يا عمري شفت كيف اكسب بلنتي شفت كيف والله اسطوره اللي يضمنها يشوت اللي يضمنها يشوت عندك لا لا انا بعرف اشوت بعرف اشوت بعرف اشوت خالد لا ولا انا 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 لعبتي عطيها لعبتي عطيها لا لا ضيع الله لا لا عم ليس كان عطيتني اياها عييتو انا سالك بعد واحد الله حلو يا عيال والله علي علي لا والله حلو هو علي يقول حلوه الله لا عم ليس عطى من اللي صار ما حطى النص شو يسوي يا اخي حظ يلا لا اوعدكم ان نعوض يا ترى تونا جايبين الكاس قبل شوي حق الدي في جي 5 اوه ليه دقيقه شوفي شوف كم هي رجع شو يا عيال هي ركلات الحظ بعدين كلك ما حد صوم بسرعه انا كف كف يلا نعوضك يا خالد تدي شتها انا والله احسن مش كم ادري ليه جتها ثقه الزق ثقه ابيك تشوت انت لا هو يبقى لنا انا اعرف لا ها اكيد يبي كل شيء يبي يا باص اللعب الله يهديه لا
ليه دحمة مو عشان معك تصريح تطلع تبغى تلفيلك. جاء تصريحه ما يستفيد منه، يرجع بس متأخر ساعة 6 و5 دقائق. أو يعني يعني هنجمة. إيه. على فكرة ترى أقدر أخذها يا محمد تدري ولا لا؟ والله. إيه والله. طيب خذها تكفى. شو تقول يا أبو سعد؟ أقدر أخذها البطاقة. على لا شحم لا تتدخل في شغل الحكومة عشان ما ترصها. الحكومة على عيننا ورأسنا يا رئيس. هيا علي. الله. ترى حنا الحرس ترى. يا جنود الله في الرضاه. قايل لكم قايل لكم نعوض يا عيال. هذا زر قفزته. فكتهم قريب. ليه على طول اختفي. شفت يعني كيف خليتها لك يا علي؟ اسطوره. اصبر عنه. قلت لك خالد. دائما يا عمر انت اللي تموع على الخصوم. شفت وراك مو زي فالح. اذا دفت في الحارس ادفت في لو فالح موجود شدوا عيال كيف مسكتوا الله ياخذ. استغفر الله. تدري اني اكلت نفس اليوم يا جودي. الله يسلمك في الله. كيف ذا حفالح يقول يجي كل احد يداوم خالد بكر. عزوز عجبت الذنب. ايش دراك؟ هل صدحك في الجروب يتابع البث؟ طلعني 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 يا جمور يعني نتك يا اخي خراب غريب تصدق عند المشكلة دي من زمان صدق ما اتوقع انك مو بس كل كابتنية بعد فكها يا كلب. طيب اي او ماي جاش او ماي جاش او ماي جاش. عزوز 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 فصل على تحمل. برسلها مقطع الحين بخليه يخق. انا نمو ذا المقطع يعني والله عيده دائما والله. ايش حق كده قشعريرة يا عيال. يا دحمة يا اخي كنزق يا دحمة. تعال تعال انت عارف ايش صار في الدوري هذا السنة اللي جاب الجول ذا؟ ما لا اعرف بس المباراة دي جاب فيها خلاص ما جبت شيء ما فاتكم الجول بس عيال. انا اتكلم انا اتكلم كم واجهة عيال وللمعلومية تعرف الحركة دي زارفها من من؟ اسطورتك هذا الزق من من؟ من مارسيلو 2012. طيب من قلد المباراة اللي بعدها؟ ما في قلد هذيك دق خشوم. دق خشوم نفس ذي دق خشوم يا حبيبي هذيك خذيت كاس على ظهرك هذه ما خذيت الدوري عندي بس ما منافسك خلاص يا اخي ما راح اهم شيء المباراه ذي جا فيها ضرب وجا فيها قوه وجا فيها بس بالاخير يعجبني بالاخير الدوري للريال يعجبني علي اذا قاهر يعجبني لا يعجبني اللي هاتف هدف بس ما جاب شيء بالاخير ما لي دخل بس انا تعرف من هدف سالم في النصر اللي صار في الحارس وسدح على وجهه من يخلى من يفاز المباراه النصر خلاص طيب هذه من فاز بالمباراة خلاص وش دخل الفوز من جاب الدوري بالاخير شفت انك قلبتها خالد 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 تكفى طيب هي نفسها النصر جاب الدوري طيب انت تقول من اللي فاز لا شوف حالاتها لما تصير لقطه وتفوز تفوز ركز عظني علي علي جتني اصلا تخيل يا عيال علي لاعب صدق بسم الله عليه نحضر على الكورة حرام ولا بنور هذا ولا يلا خالد وين رايح خالد كان هجمت كان عبد الله شهيل لا 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 اضغط مربع انا بالغلط اول شيء شقت على الكوره لا لا ما عليه
ايش فيه حركات عنصريه واضح الجيم ذا كريه يا والله احس انه اسطوري عشان ايطاليا يا خالد ها ما راه دخل ادري احس كذا بوي الا لاني بنفجر كسر ما كسر كان جات جول لاني بنفجر بطلع مستواي كله ساتر يا ساتر اي لا هذا شقنا بخمسه يا الله يلعنك لا لا امين انا قلت الله يلعنك لا ايش اللي هنا امين اكد على الدعوه استغفر الله حديشه لا استعجلت حديشه حسبك سبوك الله لاني يسلقش زي خالد واحد الله يستر عليه بلا لا يسمونك طيارة بقولكم شيء بس لا حد يدري لاني سريع في ذمك قال يو والله هذا شكل انا لا اللي جاب عجمنا ايه انزلت المسجد قال اسمع بقول لكم شيء لا يسموني طياره بس امانه لا تعلمون احد عشان اذا اصير اسرع هذا مش قال لاني سبوك تكفوا كيف بعد الزواج لا مرتاح مبسوط رزق الله بولد عقبال عندك ان شاء الله الله يا ان شاء الله باذن الله تخيل تحب عنده ولد كيف شكله ولدك كذا بيقول ام ده ابوي يا ليل والله يجي عمره سنه وشهرين يجيك جلاد يمسك اليد كذا يسبق ابوه عليها اذا توسدها ايه اذا راح ابوه للدوام كملوا كملوا يا عيال مالك بجيب لكم جيم خلوا مع تصريح مع تصريح ما يستفيد منه يا عيال احب هذه الحركه يا احمد حتى لو انها فاشله بس احبها اكسر تسلل لا تعال العداله احسن الله كفى يا خالد الله يجيبكم والله بغش بكم دافع ايده العب علي شفت البتر اللي في بصر ايه انت الدب اللي بغى يتسكر على ظهره جاي لا تسكر ايش يتسكر شفت المترو لا ما شفته كيف سكر على ظهره لا يقلعك كذا احس انه سكر على ظهره احس بس بينفتح ما بيتسكر زحمه يا علي لا ياخذ ظهره يوديه والجسم الباقي برا اخي زيك خالد الخيال روح جعمور اي والله المصاري احس يعثون في الارض فسادا متى اذا قد الدول اغلبها بدا الوباء يروح متى يكون انشرى من جديد حبه اشتكى بيجا الله ايوه بغيت فلسف والله لعبته من اي لا والله اني اوزن والله بغيت فلسف كي وقف قال باصي ايش اسوي لا هو اي خل كذا مني كيف الفينش يصير عليك هذا الفينش يا دحم الله يرضى لي عليك انت عندك انت لعبك كويس بس عندك مشكله وش يا ابو سعد والله الفينش الله يلعن وجهك ما خنته فيه كانت اصلا تقدر بس انك كذا ما تبغى هو حلم يلعب صار عليه يا لا ما نحتاج المال لكي نزين لعبنا بالغلط يا خالد انا هذاك هذاك يا جمهور هذا من اللعبه باللعبه هذا فيفا انا امه جوا يا خالد دحمه كيف دخلت يا دحمه ايش اللي وقفت ما انا ادخل نص الدفاع عند مهاجم طيب انا ارجع طيب محرر علي ما اجي مهم شفت كيف
كبكبات الى لما ذا اللي هجم عليه لحمه كريم. تلا تلا كابتن كفو كفو والله انا عندكم اني بسم الله ما شاء الله الله يحفظه. من هو ولده؟ الله يحفظه بس الله يرحمه الله يحفظه يصيب حيدان في وجهه. حيدان وبن طراد. ايه شو اللي بن طراد؟ ايش عليك انت؟ ايش دخلك انت؟ اما عنده بن طراد حتى هو دعمه ادري. ايه من جماعتهم من حرام لا والله اما الله شو سمعتكم يا دعمه خوال ابوي والله يلعن خوال ابوك اللي عبوا يابا هكذا استغفر. ايه استغفر استغفر لا 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 ما برات لا لا تقول لي ليه اغمى علي؟ يعني ما قصدي الله يلعنهم يلعنهم يعني لا لا خلاص كتاب باين من نوع يعني امس زليت واليوم نزلت يجيك عزوز الحين يقول لك لعن ابوي دامة دامة وش مصبر كاني ايش اسوي الله يزيد عشان عيالك ها بتحمل عشان عيالك ساتر الله يستر عليك الله يسعدك يا دعمة ليه أصد؟ لأني أسامح الله يهدى الوالدك سامح كان ما عليه دعم عشان معك تصريح كذا عرفت لازم نصير متواضعين مع المواطنين خالد أحس بكل مواطنين بالتصريح راح يقطع دعم لا والله ما قطع أوه شفت اللي في الطايف اللي يا ود الله يستر يقولهم الحرام مين؟ شفت اللي في الطايف يقولهم الحرام له ايش اللي في الطايف يقول انا رايح الطايف عشان افل امها وجاي معها بنت وشيش. ايه شفته 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 ايه امسكوه بالله عليك خل يلا تو جاي خبر من ساح اما القبض على خل الله يوفقه ولا ذاك اللي قبل فتره راح ديدسن الغمار اللي مركبه بحضنه شفته العسكري ايش يعني ام البنت اللي معايا خالد حق الطايف يلعن ام البنت اللي معاه والله كثر الدشير يا ولد الله شوف يعني ما احترامي ما احترامي الكامل اذا بيطلع واحدة فخمة اصلا فخمة ما هي طالعة ايه عندها اميات وعندها بس الواحدة اللي عندها عيب خلقي صار ما فرقت معها صح الزوز تأيدني صح على تروح البارة غير جاه اه جا جعمور جعمور وفالح ما يحبون اللي زي جعمور اي اميتي جعمور اشوفه خلنا حرام عليك يا خالد اه قصدك مهارات مستحيل وزع لعب كذا خليك كذا كلك حبة لا 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 حرام عليك والله يلا 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 بس تعرف مصاب ما حتى وانت قبل الاصابة ها خس لا لا اسأل علي حسبي الله انا بليسة كل وحدة شوت وكيف طلع الباص العلي ما كان يتخيل بالي عطني انا وشوف كيف ارجع اعطيناك اياه اعطيتها الرايه لا حرام عليك لا تظلمني والله فيها رفع هو بتربني انت اللاعب ما تهيئ يا جعمور اي ما تهيئ صوره هذا الكويح بس بساعد في الدفاع بسم الله ما شاء الله صح بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله منك يا خليل والله صدق يا بساعد ما شاء الله لا انا اذا احد لعباني غيري تقطع اعصابي دكور مشت قدام الدفاع هذا من روح القتاليه فيك نادر الله يرفعك جنبور تعض شفتك يا خالد مع كل هذا هو يبغى يشوف حركات ابداعيه فيني هذه حركه ابداعيه يلا دح فوق اوه ما احلى هاي دحمه راح يجمعوا شد اربعه يا عمري يا مظفر يا لبي يا المدافع ذا والمخ اثنين اثنين الله ياخذكم اثنين مرتده الله ياخذكم
يلا يا ابو سعد يلا. والله حرام ما دخلت الكره قبل شوي. كفو ابو سعد. شوف الباص الحلو يا خالد. خليك رجال كذا. غصب عنك رجال. آها. رجال رجال. مضى اي بس شوت. آها. اوه يا خالد والله بك اسطوره. امزح معك. هذه شوت رجله خرا. لا بس اسطوره بالترويض والمناوله. ادمبرش يا عيال سوري لا يرجك من كوره لنا الى زاويه ايوه يلا مثل ادحنا قدام كسره تكفى ادحنا امشي يوسون حطوا هجوم كامل جول عن ام المرجل يا شيخ ايش هذا تكبير انه ما جاب انت قدام فضح 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 قوي البار مكاني ليش برك كفو يا خالد كرتك يا لهدى اهدى يا خالد ابي اسوي السيف النخلة لعبهم حلو يا عيال لايك يا خالد الله يرجيك يا شيخ كسر مضاعف لا يا خالد عندي يا خالد تكفى عصامتي يا اعترف التكتيك انت انا اعض شفتي اذا شفتك زي كذا اذا شفت الان يلعب زي كذا حط علي دبلها بوجهه يا عمري يا جعمور شوف كيف شوف كيف شوف لك الكره خالد يقول لك ما تعرف تفك باصات حلوه والله يلعن شكلك والله طلعت من قلبي يا عيال الله يلعن لو عديته خلاص ما في الا دهن الهي خالد لا طيب طيب فيش كفو يا علي تفالت ولا شكله كيف يشلونه يا عيال ايش ذا والله يا عيال يا عيال دفاع دفاع استور لا نبدا ها ها الله فوق فوق دايرة حطا سكتر يا عيال تدول تكفون تدول لحي عدو وقف يا شخوية ايوه تعمل شوت يسعد يا التمركز يا رب يا هارد هذا الاداء هذا الاداء يا فالح مو شوف انت مسكت الحارس عقد ايه كم مصر دقايق اربع الله يلعن يلا كفو كفو يا عيال اللي قال دحمة قال في بداية المباراة احس انها جيم خراب اقسم بيت الله طلب من افخم من الجيم وانت قلت العكس ايه شفت كيف لعبش دحمة اليوم توقعاتها عكس سبحان الله امتحوني يا عيال امتحوني عندي حج عمر بعد ايام انا امتحوني انا ابو العنصرية اخي امدحه والله كفو يا عمر ايش سويت؟ ايش؟ اقول كفو هذا الثاني من اللي صار الله يستر القاك طلعت الحين امزح لا تطلع تكفى يا جبر خلاص زعلت خلاص وطلعنا اضغط نكست لا تطلع اي قصكم لا اطلع خليك تطلع والله لفظه كيف تطلع اوف في كلام ما ندري عنه
هيا اضغط نكس والله قد ضغط يطلع على اخر لحظة تصدقون والله غريبة طالع طلع كيف طلع 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 عارف عارف حركات المكانية تطلع على السعيد انا ما هو ما خاد ورب العزة يا خاد في شيء يا جعمور اكيد مية بالمية في كلتش في بث شوف البث لا تكذبوني قفله طيب خل علي يشغله جعمور انا مصدق والله خل علي يشغله يا لا يقصد في بث يشهد عليه ما يقصد انه ما يأثر عليه الا يأثر عليه تأكد لا لا دحم عنده المشكلة دي من اول ترى يلا ستارت ستارت يلا شوف من عطول هوست عطوني يا انا امسك ستارت يا خالد او عطالي عطالي عطان اطلع يا هباش اطلع يا هباش خله يضغط ستارت عنده الياف اي ما بيسوي تكتر وكذا هباش يلا يا بندت 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 لا عزوز معنا فضحنا والله يا عزوز ما احس انه ما راح بريطانيا الا عشان يطلع 1000 عرض بروح عندي هنا يقول لك نادي الشعب احمد يلا يا حباني شباب افتقنا في اليوتيوب ايش تسميها لا أنا كريفيكش تعليم الباصات وفنون المتعة لا حط كينج الفينش تخيل انك تنزل صدق شرحي دعم والله ودي يا اخوي ودي ادعس بس يا اخوي الدوام مشكلة ادعس كلينت مشكلة لا لا ما انا ما انا دحمة لا يفصل علي يا خالد خشم خشم خالد والله لك حركات لا تحدني اجي الديرة الحين ترى معي تصريح ترى امك موجودة في الديرة اجي اعلم لها وش تسوي ما ينفع ذا الكلام يا ابو سعد والله يا ولد رجع البرد حلو يعني رمضان برد عندكم وثلوج بعد ما شاء الله جد يا دحمة الو يا عيال طلعني الو ايش والله تك يا جعمر الله يرضى الا طلع كله كله اوف كويس امنيه لنا لعب يا جعمر نحجري ما تنجلط خفت يا جعمر والله اشتغل ابو علو بكره بكره تجي اليوم قصدي تجي بالرياض لا قصدي وين تجي الرياض ايش تبي بالرياض تجي برو ايش فيك يا جعمور والله اشتغل لا لا علي اي والله انا نزيل هدف والله اعطاني ابره اسمها كزاز اذا تسمعون فيها كزاز ما هي حقت العظام دي لا هذا حق التعقيم حلو اعطانيها في يدي حرام حرمة دم يدي ما احس فيها خالد وينك يا خالد عجزت من دوامك يا جعمور صح؟ اي دوام ثلاثة بس حتى ثلاثة بدك يبدا دوام شكلك كذا ولا عندك اجازة مرضية ولا دوام خش يا خالد استاذنهم والله شوف ارد البيجو ذا اعوذ بالله فيه والدعارة يا عيال ويجو البيجو ذا طلعني 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 هاي 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 طيب طيب طلع كله عيال عيال اتحداكم توجدون الكلمة المناسبة ركزوا خش خش اتحداكم السعي لتطبيق معرفتي يا سيري السعي لتطبيق معرفتي المكتسبة في بيئة عمل تنافسية
تعزز من قدرتي على التقدم، تزيد من مهاراتي الإبداعية، فراغ هو شغفي باكتساب الخبرة والمهارات الجديدة. هاي أتحداكم يا حقين القدرة المعرفية. أقرأها كويس أنا اختارت في خيارات. يا خالد إيش قاري اللي تطرين في خيارات يا خالد؟ طيب شوف، السعيد تطبيق معرفتي المكتسبة في بيئة عمل تنافسية تعزز من قدرتي على التقدم. أوكي؟ حلو. هذه ما فيها أي اختبار، بس عشان تعرفون الكلام الجاي يعتمد عليها. طيب. تزيد من مهاراتي الإبداعية وإيش؟ عيد الجملة الأولى. وثقتي بنفسي. لا عيد الجملة الأولى. تزيد من مهاراتي الإبداعية والتنافسية. لا مو التنافسية. واللغوية. لا والتنافسية. ما بعرف التنافسية صح؟ التنافسية صح؟ لا بس أنا أشوف إنها مناسبة والتنافسية. يشوف هو بس. حسبت التنافسية قلت لعنم الفخامة. تزيد من مهاراتي الإبداعية وإيش؟ إبداعية. والعلمية؟ لا. والعملية؟ مهارات الإبداعية والتنافسية، والله أتوقع التنافسية. إيه ملعب توتنهام عندكم؟ إيه. تكفى حطه يا خالد. وش طلعت يا خالد؟ ما حصلت الإجابة هنا. يعطيني إيرور. شي قمط. شافني أنا ما تبغى يقمط. أنا ما الثقة اللي فيني. إيش يأذن؟ عنده. يا ساتر شيكم اثنين تلت ليه شلون كذي هذا الامر يا جلاب في ذمتك كيف يا علي اسطور حبيب قلبي والله اسطور كيف يا خالد تفهمني خالد قاعد يقرا تنافسية تنافسية تصاعدية اتوقع يا المهنية يا التنافسية او العارضية ايش المهنية او التنافسية اسطورة والله اسطورة كفو بس لك خطيب وعلمي صوت شكيرتها قلتها خطيب كسر انا اقولها لنفسي كسر بس مو مضاعف كسر واحد يو لا ايه برا يعني والله نحطنا على القوس فيتا كاتر امشي ما يخش جول لا لا قد يا خالد كفو بسرعة باش ما غير قاعد يتفرج يلعن أمك ثاني مرة دفاع ياخذها من قدامي جي ثالث ليه عبد الله علي تحركت قال دقيقة لا 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 ل
خلني ألخم. ليش خليت يا لا لأن إيش عندي خطة إذا طلعت الحارس. قلنا تحريك كبير بسيط. لأني أطلع حارس وأغطي باللاعب الثاني المدافع. أوه على الشاي الله ما بسوي شيء. والله يعني أبوه. بس والله أحس لي يا ولد خلاص بعته. اسم الفريق قحا هل عندنا الممحي انت تشوف ايش الشعب كذا يا رب والله لا من الهدف سلكان سلكان ايش ما مش يسويها معهم قوة سلكان بشي والله ما خلينا نعرف البصر والله قوة سلكان هدو ركزوا العب باصات هادية تركيز باصات مضمونة مضمونة الله يلا زي كذا هدو باصات مضمونة نفوز خلي إذا جمع عليك لا تندفع اضغط L2 تحضيم بس راح نشوف واضح انهم ينتظرون بس فراغات ايوه لا لعن أم الكذاب دافع أقربنا والله كذاب قزم يا عيال هذه الحرام إنهم يا إنهم يفتون إنهم سلكة شوف دافع طويل وشكلها الثنتين والله غريب لا لا آسف 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 علي حسيتك زي الماضي بقى كنت ورا بعد كفو يا خالد كفو يا أسطورة كفو يا دحمة الله يلعن والدف فخمة يا دحمة والله إنها فخمة يا حلو لا 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 معلش the fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time اه يبغى يضيع وقت لا يمدينا يا عيال يمدينا سبع اهداف شوط اول يمدينا والله احنا افضل منهم في البدايه بس ايش اللي تغير غير لعبهم 180 درجه عزوز يقول فكريه يا خالد كريه ولا مزكي لكو خاد عاد يقرا في الدي شكله ما نحس لا هو لا دحمه لا ابغى اروح دورة مياه الله يرجيك محشور يا خالد اي والله اول ما يجيبون السادس روح بعد كيف هذا سوى كوت خلي رايح حمام ويجي اصلا كده كده بتسوى الكوت يعني الله يلعن امك قلنا نرجع باص جاء قطعها
الله يلعبون. الله يلعبون. اروح روح يا خالد ما في فايده. روح يا خالد خلنا نسوي كوت خلنا نسوي كوت كوت يا عيال. طلع عشان تلعبوا مع لني لين نرجع لكم. يلا. اي صح صح. طب سوي كوت. يطلع راح وركبنا. لا لا بعطيك. انتبهوا عليه انتبهوا عليه. يسعد أمك الأني. علي خلق قوس. ايه دهن. انفوق. 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 هذا عن أم الحب. هاي ثالث كرة يا علي ها. ثالث كرة. كرتين أنا وهذه دحمة الثالثة. ايه. لا لا. هو رب العزة. حط 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 ضغط عالي يعني حط ضغط عالي. هو برا يعني برا القوس. يا ملعون لا 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 حتى الآن حق الكمبيوتر ما أقدر فيها. هذا لا يلعب. سوي كوت عيان. لا لا كذا كذا خاطر.
حطوا في ضغط سب الله. هذا الله يسعدك. كفو هجوم عالي كامل يا علي. علي ارحب. انا ضغط دائرة. ايوه يشوت اذا ضغط. اتفجع مور. اسف والله اني اسف. انا من حالي يا عيال اقسم بالله اني انا قبل بضيع كرات زي كذا. اعطني اعطاك فيب وعلوه. لا والله انا 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 شوف الهدف اللي بجيبه. انا 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 يلا اعطى خلاص. سكت 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 سخل يا رجال. ايه يا دحمه 8 وتسكت. اه جبنا 4 طيب ما قصرنا. كنا 4-0. كوت كوت. ايش وضعكم؟ نكمل. عدن عندكم؟ لا باقي. لا باقي. انت شكلك تبغى تطلع. عدن عندك انت؟ انت شكلك تبغى تطلع. لا والله ما نطلع على 7 كذا. خلاص. صلوا تعال. يلا مطولين انتم؟ اي لين يجي خالد يلا. مطول ابو علوه. ايوه ايوه بنصلي ونرجع بعدها بس احنا بعد ترى ما بنقدر. يلا بصلي من هنا لين يجي خالد بعد. سريع يلا. ايوه. هلا الله علاوي. الله يعافيك سلامات والله يا جماعه. الله يسلم لي عمرك يا رب. والله ناشينا يا ولد. والله ناشينا يا علي. وش وين بتروح الصباح تقول؟ يبرني خالد. ايه؟ بروح الألماني أسوي فحص دم ياخذ ساعة نتيجته حلو؟ حلو. وأطلع أخذ لي معصوب خاطر فيه معصوب من أبو زيد. يعني ما قلت فحص من أول؟ لا أسوي تحليل دم كامل وتحليل غدة. ولا صوت المايك عند من؟ أدري خالد اللي تكلم صح؟ ايوه خالد. فصل مايك. فصل مايك عند خالد. والله شوف اتوقع اتوقع يا انا فقر دم. يا والله يا والله تصير في حياتي كلها. ايوه والله غريب صدق. اول مرة في حياتي. والله غريب. كيف علي؟ او في حاجة ترى في الاذن اتوقع التهاب يسبب اختلال بالتوازن. ما ادري يا اخي. ما ادري لا دخل حتى الحين انا اروح الايك من دورة المياه. في شوية دوخة. ايش؟ في دوخة خلية. الحين؟ المفروض الحين لما اكون من دورة المياه. خذت مسكن. خذيت مسكن. كل كم ساعة قال؟ حالة الألم. أو كل حاولت. 4 ساعات 6 ساعات. إذا قالك 6 خذها كل مدري 5.5 عشان قبل ما يبدأ الألم يرجع عرفت؟ أيوه. سبق له. سبق له. أيوه والله. والله يا قوة ألم ما عمري قد شفت في حياتي زيها.
خشم. إذا طيحة بثقله كله ترى قوي. الحمد لله نجد سلامته مشي. هم كانوا شاكين قال 24 ساعة إذا جاك ارتجاع ولا شيء تجينا على طول. نزيف قصده نزيف داخل يا سمح الله أو ارتجاج في الدماغ. لا زين. فالحمد لله عدت على خير 24 ساعة. الحمد لله. هتصلون تجون ولا كيف؟ أذن ولا يذن الحين؟ إيه أذن توه يذن. إيه يلا نصلي بنجي يلا. كلهم. يلا. الله يحفظ. الله يسلمك. لا تأخر عي تكفى تأخر. لا لا أبشر. يلا الله يسعدك. سلام. من اللي طلع من اللي باقي دحمة حس انه بيطلع. دحمة طلع. هلا طلعت. وين طلعت؟ لا موجود. ليه كفت انك طلعت؟ نطول يا رجال. حتى انا معك يلا ولا تزعل. لا لا بيصلوا الليل الظاهر توا مدة ما ادري شو متزابن. صوت الميكروفون يا قلبي. دحمة يلا يلا بكتب
stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, stretch it. Make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say, then it's gonna be a long thing. What you mean, man? I sound like this guy, which guy? I don't even know what he. Let me sip my tea, can't take me for a mug. Man, I've done it sometime, about time that it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a trophy in long time. Must have thought that I played for the Gunners. Just came back from a madness. See my guys, yeah, we don't do hat tricks. My guy put four and he come like I'm showering fresh trim. When I step, I don't do no facts. Like, how you say you run this game? I'm ahead of this game. True say that I lapped it. And I took a trip down to Monaco, went out to Paris. I feel like I'm. Thought I was gonna say it in Mbappe. These times I was up in late. Flew down to M1, that's more like Kante. You do threads on Twitter and ranting. Doing the most. True say that money is power. So when you get money, keep quiet and ghost. Ghost. I remember when I shot my shot, but I didn't have guap, so I hit the post. But next time it's a golden goal. And if bro pulls up in the thing on the EUS local, we bang it on roads. And you know that I've ever got options, I've never been picky, so I'm grabbing both. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, stretch it. Make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say it, then it's gonna be a long thing. Stretch it, stretch it. Must have thought that we came out from nothing. Back then, man, we didn't have Sky Sports. What game? Like, I didn't even watch it. OT, OT. Always get love when we go OT. My bro G Mealy keeps stacking up racks. Weighing up, shh, now you don't go sleep. Aye. Are you taking a Netflix, man, we shooting clips. Got my guy doing overtime on a Sunday night, he was taking risks. Phone bros, don't pull up outside, that's nothing but vibes. Treat my guys like siblings. Hop in the car like a GTA, yeah, we do missions. My bro touch NJ, back came with a big stack, like, yo, it's a madness. Keep the money under the mattress, if you try talking your name, they stressing. I don't even know them man there, this one must came from. If I say it, then it's gonna be a mad thing. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it.